Quando la merci. 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 كلك ذوق. شكرا جزيلا. ان شاء الله. بودي ايش توفقت؟ وانا كمان. رحنا لهونيك. قال ارجع بكره، ان شاء الله خير. رجعنا بكره، قال مسيو سوري بس ما عندك المواصفات المطلوبه. رجع جرب غير مره، ان شاء الله خير. وانا مثلك كمان، هلا طلبت السكرتيره من مكتب حضرته، قلت لي نفس الكلام، سوري مسيو ما عندك المواصفات المطلوبه، غير مره ان شاء الله. معقول يا زلمه، شاب طويل عريض مثلي ما يلاقي شغل؟ معك حق، انا كمان، شاب طويل عريض مثلك ما يلاقي الشغل مش مزبوطة هيدي، صرنا جمعة منروح ومنيجي ومنزور ومندور ومنندور، مش معقول يا زلمة لازم نلاقي شغل. مفروض نلاقي شغل، ما تواخذني، عنا مصروف. لك ايه، أنا بالأول ما كنتش أرضى شي لهيني عن درسي، بس هلا تغير الوضع، صرت السنة بآخرها وأنا رفقت على وضعي بالجامعة. صار بدنا مدخول ما تواخذنيش بالكلمة، قديش بدها تلحق تتلحق خالتي، خلص بودي لازم لاقي شغل وتزبط. ما أنت لو تسمع مني من الأول كان زبطت من زمان. لا 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 لا، هي شيلة من راسك، شيلة من راسك كلياً. لك يا عبدو شو فيا؟ يا خيي ما فيا شيء، شغل مش عيب، بس انا فيش اتحمل الناس. انه شو بدك تشتغل بلا ناس؟ ما فيك. يا خيي هالشغله تحديدا بدها شخص يعرف يتعاطى مع الناس، وانا ماني الشخص المناسب. يا عبدو جرب، شو خسران؟ جرب الشغله ما حبيت اوقف. من هلا عن لك مش رح حب. مش معقول شو تنح؟ بودي لا تقولش تنح. تنح ونص، حدا بيحكم على الشغله قبل ما يجربها؟ يا خيي 300 دولار بالشهر، هيدا عدد تيبس. هيدا اللي بحبوش التيبس. ايه شو فكرك الويتر على شو بيعتمد؟ على التبس. ايه شفت انه ما انا شغلتي. يا عبدو يا عبدو يا حبيبي شو خسران؟ بكره بنروح بنعمل مقابله مع صاحب المطعم انا وياك، بنجرب ويك اند، عجبك بده يكون عجبك، ما عجبك بكون عجبك. رفق بعدين في احلى منا انا وياك لابسين طقم اسود مع بابيون. شو بتحبي تشرب يا مدام؟ شو بتحب تشرب مسيو؟ كبايه مي الله. سخنه او بارده؟ حي الله. لا بدي اعرف. لك حي الله يا خيي طحم ريقي. انا اللي طحم ريقي، شو منروح؟ خليني افكر. شو فكر فكر بشو بدك تفكر؟ فكر انه المطعم حد البيت فشخه، فكر انه الشغل بالليل، فكر ب 300 دولار الي و 300 دولار الك، فكر بالتبس يعني يمكن باخر الشهر نوصل لل 1000 دولار انا وياك، فكر بهول وبس، حاج تفكر بشيء ثاني. طيب يا خيي بكره منروح بنعمل مقابله مع صاحب المطعم بعدين بنشوف ايش بنعمل. يا عيني عليك. طيب جيب لي كبايه مي. سخنة أو باردة؟ للحقيقة نحن السيستم عنا هو إنه نشجع طلاب الجامعات، فشو فينا نوظف طلاب بيكون أفضل لإلنا ولإلهم لسببين. أول شيء يكونوا مهذبين ومرتبين وولاد عيال، الله يديمك. تاني شيء بطبيعة الحال بيكونوا مثقفين وبيعرفوا لغات، خصوصا إنه زبايننا ممكن يكونوا سواح أجانب. ومن ميلة تاني بنكون عم نساعد الأهل بتأمين أقساط أولادهم اللي مش هيني بهالأيام. يسلم هالتم، ما يتحبش هالسنين. مثل ما شايفين المطعم عنا منه كتير كبير، مكان كانوا خرج أعداد أنتيم، فكترة الموظفين ما بتفيدنا، بتعجق المحل على الفاضي، بالوقت اللي واترية اثنين ممكن يقوموا بكل الشغل ويأمنوا كل الطلبات. لك كيف حافظوا هودي كلهم على بعضهم؟ ايه استاذ تفضل حديثك بمحله. قصدي بمحلك. هيئتك مخدوم وقريب للقلب. أنا بهمني يكون في عندي موظفين مثل كاركترك. نحن اللي بهمنا نشتغل عند ناس مثل أفضالك. بالحقيقة أنا كان في عندي ثلاثة واترية، كنت أعطي كل واحد منهم 300 دولار بالشهر. في واحد فل، واحد بده يفل وواحد بده يفل له، فأنا قلت بجيب محلهم واترية اثنين وبعطي كل واحد منهم 400 دولار بدل 300. هيدا عدد تيبس طبعا. في واحد منهم انت ذكرني باسمك. بودي. في واحد منهم انت يا بودي، والثاني ابن خالتي عبدو كمان حابب يشتغل. بيقدر يحمل صينيه عليها بلايه؟ لا هيك تنباشي غلط من الاول. معلوم معلوم، انت بتشوفه هيك لعبدو، بس عبدو قبضاي من فتره ضرب واحد بوكس عوره. ايه عورت له منخار وعورت له ايدي. ايه بس انا ما بتناسبني المشاكل بالمحل. ولو يعني شو نحن زبونات مشاكل؟ يعني بقدر اتكل عليكم هالويك اند ونبلش بالشغل؟ نعم. ايش نعم بدنا نفكر؟ ما بدنا نفكر؟ نعم. بس انتبهوا، ممنوع تغلطوا، اي غلطه بتحملوا انتم مسؤوليتها، ممنوع اعرف انه في زبون او طاوله ما لبيتوا لها طلباتها. ولو شو عم نلعب؟ بودي رو
شايفك متردد يا عبدو. لا 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 ولا كلمة. لا مش متردد ابدا. نمضي الكونترا استاذ؟ لا ما في كونترا، بدي اجربكم على شي جمعة وبعدين بنشوف إذا بنمضي كونترا. أيوة يا عين عليك. وهلا قوموا تعرفكم على شيف نعوم. نعوم نعوم تعال شوي. هلا هيدا نعوم؟ شو الهيئة؟ نعوم شيف تبع المطعم، من أهم شيفية البلد، ما بيحكي كتير، بيشتغل وبس، وهيدا المطلوب. بس نحن أستاذ مجبورين نحكي مع الزبونات ضمن حدود. وهني كمان ما فهمت. هني كمان مجبورين يحكونا ضمن حدود. الزبون دايما على حق. أكيد طبعا، الزبون دايما على حق، وصاحب المطعم كمان دايما على حق. عبدو أجل وطنياتك للبيت وخلينا ناخد هالوظيفة بقى. هلا الشيف نعوم عنده شيء لكم اياه، انا بهالوقت بستأذن وان شاء الله خير. ان شاء الله. عم بيقول ان شاء الله خير، اكيد خير. خير. ان شاء الله. هيدا كوستيمك وهيدا كوستيمك. بتجيبوا لي الطلبية على بون. من بعد هيك ما حدا بيتعاطى بشيء. لا وين صارت الطلبية شيف ولا وين اغراض التسعة ولا من يحزنون. أنا ببلش بالأكل عمزاجي وبيخلص الأكل عمزاجي ونضربوا أنتوا زبونات. بتفوتوا بس لتحطوا البون وتاخدوا الطلبية. من بعد هيك ما بدي أشوف صورة وشكم. مفهوم؟ مفهوم يا نعوم. إيه قوم خلص الاجتماع، تركوني أنا مطبخي. بس لقومة. شو؟ ما هي لقيم بس تضل عافية نعوم. لقوم. ايه 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 معلوم معلوم. بس هالوعظة كلها ما كان لها لزوم. ايه بس مهضوم. نعوم؟ لهيك يلا قوم. لوين بدنا نقوم؟ معزوم، عامل لك تبولي معزوم وكبي ناية. معتوم؟ معلوم. اخيرا زبطت معنا. ايه بس انا عتلين هم. هم شو؟ يقوم شي زبوني قال لي التهذيب معي، انا مخي ابي يحملنيش، الله يستر ايش بتكون ردة فعلي. انه شو بدها تكون ردة فعلك؟ ماكسيموم بتتحكلوا بنعومة بتخجلوا. واحد يبهدلك وانت بتتحكلوا. لو شو عم بسبك؟ بركي. ساعتها انا بدعسه. لك يا عبدو ماكسيموم بكون عم بيحكيك بفوقية لانه عم يدفع مصرياته. انه ايش بده يشتريني بمصرياته يعني؟ في عندك ناس بتبلش تتهضمن، انه ايش بيكون جايب معه صاحبته بده يبين مهضوم قدامها، بصير يعيط له يتهضمن معي، يا ريت معي، يتهضمن علي، بده يشدها على حسابي. هلا إذا نكت له نكتة مهضومة، اضحك له. وإذا نكت نكتة باخة وبلا طعمة؟ اضحك له. وإذا نكت علي طيب يبين مهضوم؟ اضحك له. بعيط لك أنت اضحك له. عبدو، هول ماشي، بكرة بتتعود عليهم، الشغل مش عيب. يا ريت وقفت بس على الهضمنة، في عندك ناس فلاسفة بصيروا يتفلسفوا عليك. ويسألوك أسئلة بلا طعمة ويطلبوا طلبيات مستعصية. حرق لي إياها على الآخر. مرق لي إياها على النار، بدي إياها نص نية. ولك يلا الشغل مش عيب. يا زلمة في عندك ناس بعتولك بصفايرة، في عندك ناس بعتولك بزقفة. يا متهر. كله هين بس ما يعتولك شي حلو. يا عبدو هلا شوفي، ناس طبيعتها بتحب تنخدم. ايوة وبيجوا على المطعم بلاقوها شحمة عفطيري، في مين يخدمون؟ انه نحنا شو شغلتنا يعني؟ لا حبيبي نحنا ما بنخدم حدا، نحنا بنقدم لهم اكلاتهم وبس. شو يعني؟ يعني الله يمرق هالليالي على خير. بيمرقوا بيمرقوا، كمان من ثاني ناحية في ناس مهذبين بحسسوك بقيمتك كإنسان. روح يا إنسان، في ناس قدمانهم مهذبين بحسسوك إنهم عم يشفقوا لك، وأنا ما بحبش حدا يشفق علي. ترى يا قرعة وين بدنا نبوسك؟ لا هيك عاجبك ولا هيك عاجبك، إيش بدك؟ بدي شيء، بس لو ما عزتنا للمصريات يا بودي بس. هلا واحد بده يطلع، بده يضحي. بعدين ما بتعرف يمكن يمرق له شي زبون مرتاح على وضعه يترك لك شي 100 دولار مثلا. ايش يترك لي؟ ايش انا فضلت عشاء؟ ايه شو بقول؟ قول يعطيني. لا لا مش يعطيني، مش حلوه. قول يمرق لي. لا 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 مش يمرق لي. قول يا خي لا تقولش. يا ما بقول لك خليك عم يترك لي اشطف زوم. لا انا رح اقول لك قول كلمتين بس، الشغل مش عيب. لك انا في كلمتين براسي لو منهم ما بشتغلش، خيلتي وجوز خيلتي.
ليك عبدو؟ ايش؟ بس ما تقول لحدا بالجامعة انه نحن عم نشتغل ويترية، خليها محصورة بيني وبينك. ليش؟ ما الشغل مش عيب. مع ناس وناس. بونجور. بونجور. بودي. نغم. نعم؟ نغم. الله، اسم عم سمى. ميرسي. نغم، بقدر اخذ 5 دقائق من وقتك؟ تفضل. شو عم تعملي بالجامعة؟ عم بعمل دقائق بالمسرح. نغم، ودقائق بالمسرح كتير هالقد. انت اللي كتير هالقد. ما في شي كتير عليكي. بصراحة كان في كم جملة محضرهم بدي اقول لك اياهم، الي من اول السنة وانا حضر فيهم. سبحان الله، لما حكيت معي نسيتهم كلهم. نغم وبلا مشبرح، انت بتعجبيني. اف شو سريع. مش بكل شيء. اخذت وقتي حتى تجرأت وقلت لك من اول السنة. مهضوم انت بتعرف؟ بعرف. وحلو. بعرف. وبعرف انك حلوة وذكية ومهضومة، وبعرف انك بتعجبيني، واكثر من هيك ما بقى اعرف. مازال القصة هالقد واضحة وصريحة، خليني اكون انا كمان صريحة معك. انت كمان شكلك بيعجبني. شكلي بس؟ لا، وهلا تفاجأت انك مهضوم. عادة الشباب الحلوة ما بتكون كتير مهضومة. مش كلهم. هيدا اللي تبين لي. نغام، في حدا بحياتك؟ حشور؟ كبير. حشور كبير، مش مع كل الناس، ما عاد بهمني امرهم بس. كان في. وهلا؟ عم اقول لك كان في حدا. وانا كمان كان، بس اليوم صار. كيف؟ كان في حدا وبطلوا، بطل. بس الهيئة اليوم صار في حدا، ومش حيالله حدا. محتال انت. في عندك حل من اثنين. يا بنتغدى سوا، يا بتشتري لي حبوب منوم. الأول فهمته، بس الثاني شو؟ إذا ما تغدينا سوا مش رح أقدر نام الليلة. لا، لكن منتغدى سوا تقدر أنا كمان نام الليلة. بموت بالصراحة. وين بتحب أعزمك؟ أعوذ بالله، أنا اللي عازمك. ليش شو الفرق؟ ما تقلي أنت من هول الرجال اللي ما بيقبلوا إلا ما يكونوا هن العازمين. أنا من هول الرجال، بس مش ضروري يكونوا هن العازمين، بس اليوم مصر إنه أنا أعزمك. طيب هلأ منشوف، خلينا نروح قبل ما نتخانق مين بده يعزم الثاني على العشاء. ما هضم. تقشع عريشي وبال بفيتها مزوي حلوي بإيدك تاب. هيا. نعم. نغم، ما فهمتش. فتيت أحلامي. فتت أحلامك رقمية؟ لا، هالمرة لا. ما عادش صدقك. صدقني عبدو، صدقني. أول ما تعرفت عليها جميل، نعومي، ذكى، هضمني، ما بعرف شو بدي خبرك، دغري انغرمت فيها. خبرني شي جديد. الجديد إنه نسيتني كل البنات اللي حكي معهم قبل. يعني معقول بكرة يجي حدا ينسيك إياها؟ ولا ممكن، ولن يستطيع أحد أن يفرق بيننا. إيش جوزت وتخمين؟ إن شاء الله. لا، هي القصة جدية، خبرني كل شيء من طقطق للسلام عليكم. يا معلم، كانت بإيدك كتاب، الملك قاعد بإيدك كتاب، بيجي محسوبك طقطق بيتحشر فيها. ايش؟ طقطق تقيت بقلبها، فأنت بدك تسمع الخبرية من طقطق للسلام عليكم. كافي. مثل العادة، محسوبك بيفوت بالعرض، ايه؟ من كلمة لكلمة بنروح نتغدى سوا وين بده يو كافيه. سحرتني بنعومتها. الله. دوختني بسقفتها. طيب. فاجأتني لما عرفت مين بيها. مين بيها؟ من أغنى أغنياء المنطقة. أو ماي جاد. إيه، نفس الكلمة أنا قلتها لما عرفت مين هو بيها. نخلة بيك، قصر وخدم وحشم وطيارة خاصة وما بعرف شو وحرس وعشوائي مطار خاص. إيه. إيه والله. بس مش هون الخبرية بس. بعد فيه طلعت وحيدة لبيها. لخي ولأخت؟ لا خي ولأخت، وعم تعمل دقائق بالمسرح، ايه؟ وتواضع أكثر من هيك بحياتي أنا ما شفت. والله يا بولي عم تحمسني أتعرف عليها. قريبا جدا رح تتعرف عليها. ايه، بس ما تكونش مغروب مصرية بيا مش فيها.
ليه؟ هو ما بنكر اني انبسطت لما عرفت مين بيه، بس وحياة عبده وبودي والماما اني اول مره بحس هيك احساس تجاه بنت. ان شاء الله. اش انا بزعل اذا انت وقفت تنطنط؟ مش اذا، اكيد وقفت تنطنط. طيب وبعدين اش صار؟ السلام عليكم. كيف؟ ما بلشنا بطقطق وخلصنا بالسلام عليكم. جاهز؟ جاهز. يلا خلينا نمشي، مش لازم نتأخر عن الشغل أول يوم. أوكي، بس لايك بودي، إذا شي زبون تبالط علي أنت تصفى معه، أوكي؟ يا خي ما تعطي الهم، هلا منساعد بعضنا، المهم نبرهن له صاحب الشغل إنه نحن قد الحملة. أكيد نحن قد الحملة، معلوم نحن قد الحملة. لك بلا حملة. يا خي هات لهم، هات، أنا بحمله. بس صرفنا. يا ساتر يا رب. بتصدق عتلين هم؟ حاجة عتلين هم مشي؟ ألو؟ إيه ماما؟ نحن بالمطعم. ما خلصت الملوخية وطلع عبالنا بيتزا، قلنا بنجي على المطعم. مات؟ إيه ماما؟ درس تمام؟ تمام بجنن. يلا شو ناطر؟ عم قل له لعبده شو ناطر بلش بالبيتزا قبل ما تبرد. بدك تحكي معه؟ ما حرام بلش بالاكل، حرام نقشوا عن الاكل ماما. ايه انا بالحمام على الطاوله عبده بالحمام. ما بعرف ماما، اول ما بلش بالاكل فات على الحمام، شو بعرفه. لا ما بها شيء بيتزا، بس هو هيك ما بتعرفيه بضل بالحمام. هلا بس يرجع خليك تحكي معه. ايه يا باي ماما. يا ايو وينك؟ صار لنا ساعة نعيط لك، وين كنت؟ كنت بالحمام اجلك. شو انت جديد هون؟ اي نعم. شو اسمك انت يا حلو؟ عبدو. عبدو شو؟ ما خصك. نعم؟ عبدو عبد الله. من وين انت يا حلو؟ انا من ظهر السماء. العمى وين بتصير هي؟ عفيك شو تقول وين بتصير هي بدون العمى؟ نعم؟ ماشي استاذ، ايش بتحب تاخد؟ نايزل لي شوي من كل شيء وحط لي قنينة مي مع مزيتها قد ما حقها. شو عندكم اليوم؟ يخو المنيو قدامك استاذ، نقل بدك اياه. لا انت عدل لي شو فيها يا حلو، ما بعرف اقرا. فيها همبرجر يا حلو، شيش برجر يا حلو، تشيكن برجر يا حلو، شيش طاووق يا حلو، حمص يا حلو، باذنجان متبل يا حلو، اونتريكوت يا حلو، تركي على فيها. ايه بدي من هيدي. شو بيجي فيها هيدي يا حلو؟ لا باش تقول لي حلو، الله يخليك. ليه منك حلو؟ ها؟ ليه منك حلو؟ بلا انا حلو بس مش قدك مدام. عم تتغزل لي بمرتي قدامي يا وقح؟ لا استاذ الله يخليك، بس ما حدش منكم يعيط لي حلو بقى. احترم حالك مرة تانية، بعد ناقصني انا شقفة جرسون. خلص بحير وشريه. روح من وجهي وبعت لي حدا غيرك. حرام، ما كان لازم تحكي هيك. عم بيتغزل فيك الوقح. يا ريت تنحسد منه. نعم. طيب شو عبالك تاكل يا حلو؟ اهلا وسهلا مدام، اهلا وسهلا مسيو. ايش بتحبوا تاخدوا؟ مسيو بحياتك شو بيجي فيها هيدا تيراميسو ديموني؟ شي؟ تيراميسو ديموني. هيدي بيجي فيها تيرا وماسا وتيداموني. شو يعني؟ يعني بيجي فيها مجموعة من ال يعني شغلة. بيجي فيها بودي وغيره. شو بتحب تاخد استاذ؟ ماشي سلامتك. شو انت جديد هون؟ نعم. شو اسمك انت يا حلو؟ بودي. من وين انت؟ من هون، من بيروت. من عنا يعني؟ ايوه. هاتك حربوق، مش مثل هداك البهلة. عبدو مش بهلة، بس هو بيستحي شوي. شو بيستحي؟ كل الوقت يتغزل لي بمرتي. عبدو؟ بشك؟ شو يعني أنا كذاب؟ لا 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 لا، أعوذ بالله، عبدو الكذاب. أستاذ أنت ما في منك. بتحب أقرأ لك المنيو مرة تانية؟ لا ميرسي.
بس بليز في اعرف شو بيجي فيها هيدي الكروكوميلي. هيدي لحمه مع حر، كثير حر. ما بحب الحر. ما بنصحك فيها. ليك؟ انا؟ ايه انت. اسمي عبدو. تشرفنا. ليك غير لي هالمنفضه؟ مو المعروف. نعم؟ غير لي المنفضه مو المعروف. ما بقى بدي تغيرها وعيط لي صاحب المحل. قوم عيط له انت. بتعرف انك وقح؟ اشتغلت؟ وقح؟ واحد مثلك وقح؟ لا 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 عبدو روح شوف الناس هيديك طاولة شو بدهم وانا بحكي مع المسيو. ايه بس انا ماني شو وقح. اهلين باهضم زلمة. خلي لي اياك. منو هيدا الولد؟ يسلم هالتم، بعده جديد بالمصلحة، ما بيعرف يفرق بين الزبونات الحيلا والناس اللي مثل افضالكم. ايوه. سكب لي مي. انا؟ سكب لي مي. ما سمعت شو عم بقول لك؟ سكب له مي، شو ناطر؟ ايه بأمرك مدام. اهلا وسهلا فيكم، بأمرك استاذ. جارسون! ايش؟ يلا يلا دقيقة جاي دقيقة. اهلا وسهلا فيكم عنا، ان شاء الله الاكل كان على ذوقكم. ميرسي، الفاتورة بليز. تكرم عين. تكرم عين تينك. عمل لي 4 همبرجر و2 صاب مارين. تكرم عيني، أكيد حدا جاي معك بعد. لا لا وحدي ما في حدا. وعمل لي 2 هوت دوغ ستاند باي. وحدي. شو اسمك يا حلو؟ بودي. والله قديه عمرك يا حلو؟ هلا بلش عمري. ياي شو بتحكي حلو؟ الحلو بده حلو. وشو عندك الليلة يا حلو؟ شو بتحبي تاخدي حلو؟ ليك يا خيي اسمي عبدو مكتوب هون. مش مبين مزبوط شي حامضة. مساك يسلموا. اهلا وسهلا استاذ، تفضل. هي حمضه. استاذ ايش مكتوب هون؟ عبدو. ايوه هيدا اسمي عبدو. اوكي اوكي. ليك جيب لي بهار. يا ابو البود. ليك شو طلعت تبس؟ 1000. يا عبدو معقول راسك؟ كيف بدك تطلع تبس ايه وانت عم تخانق 3/4 الزبونات؟ قال لي هيك بدك شو واقح كمان كبودي. اي واحد حدد لي، لانه انت تخنقت لك مع شي 5. لو ما انا كنت هونيك استلقيك كان لاحظ علينا صاحب المطعم وشحطنا اثنيناتنا. يا زلمي اش في عيله موقحه؟ بيبقى اسمي مكتوب هون قد راسهم وبيعيطوا لي ليك بعدين هداك الان عم بصبص له على مرته وانا مش ايش له لمرته. قال لي يا عمي وهيدي هيدا الولد اللي عم يخبص بالاكل وهيدي اللي مش عارف ايش بدها تطلب وهيدا اللي بده يعرف بالتفصيل من ايش مصنوع البلا. يا عبدو يا حبيبي انت ما بتعرف تتصرف، عمل له مكونات على ذوقك فبركهم انت بعدين. ليك نكت معك تحك له عنكته قدام صاحبته بينبسط فيك، واذا كان في شي واحد عامل كراكوز المجموعه تحك عليه بفكر عم تضحك على نكته. قول هيك ايه معك حق، بس ليك بودي في ناس مهذبين، عن جد في ناس مهذبين، في وحده كثير مهضومه، بتجي كل ليله ابعش اذا شفتها، بتجي يا معلم بتقعد هيك على السكت بتفتح شتمها، بس بدها تطلب اكل بترفع اصبعها، بيجي انا لعندها، بدلني على المنيو ايش بدها اكل، برجع انا بأمن لها اكلتها، بس تخلص تدفع الحساب على السكت وبتروح بلا ما تزعج حدا، عن جد في ناس مهذبين، بس اكثرية الزبونات رايتهم ما يكونوا بمطعم حدا.
هنا اللي بعيط لك يا ايو، وهل بعيط لك ليك، وهل بيقول لك يا حلو، وهل بيطقش لك في صديعه. بس كله لهنا ابو كرش بيقوم هيك يا معلم قدام الكل انه هو يا بال محرز، بيسحب التبس من جيبته وبيربح الدنيا جميله انه هو عم يعطيك تبس بالسر. عبدو حبيبي ابن خالتي، بكره عمول مثلي لتطلع مثلي. واش بيطلعنا من العمليه؟ الالف تبعك. ما حساب التبس بالنص انا وياك اليوم؟ لا، ما بكره ظاهر انا ونغم. ايش ماشي حالك انت ونغم؟ ما بخبرك يا عبدو، مغروم على الاخر، هيدي البنت اللي عم فتش عليها. اف هالقد؟ واكثر، عايشين قصه حب الى اول ما الى اخر. لا يا بودي لا. شو لكن؟ فكرك الليله ليك تعمرهم مثل الفرنينه؟ ها؟ لطلع مصاري لاظهر انا وياها ونعيش اسعد اللحظات. ليك وقلت لها انك عم تشتغل ويتر؟ لا بعد. ليش؟ ما الشغل مش عيب. مع ناس وناس. عبدو هيدي الكذبه الوحيده اللي مكذب عليها. قايل لها انه عم ترجم مسلسلات. روح يا وحش، وين عزمة بكره؟ على كافيتيريا الجامعه. ايه لا بس مضهره. شو عم نلعب؟ ليك؟ يا ايو. انت كمان؟ ايش فيه؟ هدي هال10,000 كون سددت حساباتي انا وياك. والله؟ صار لك من اول سنه بتضايق مني، بدي منك 500,000 حبيبي. بنمية بالخالتي. اخ في تهلق؟ عبدو لا عبدو عبدو لا عبدو. بونجور حياتي. بونجور. هيك بونجور حاف بدون شيء؟ بودي بلا لف ودوران لخبرك شو صار معي. خير؟ البابا. شو بيه؟ هيك عارف اني على علاقه فيك. كيف عرف؟ ما تنسى قلنا اكثر من شهر سوا، والبلد صغير والاخبار اوين بتوصل. بعدين البابا ايده طايله، بيقدر يعرف كل شيء وقت اللي بده. شو يعني؟ امبارح انا وعم ادرس بالمكتب قالت للخدمه انه البابا عايزني. شو قال لك؟ نعم بابا في شيء؟ عادي شوي بابا عايزك. خير بابا؟ ما في لزوم ذكرك قد ايه بحبك وبخاف عليكي وقد ايه بتهمني مصلحتك. خير بابا شو في؟ في اعرف منو بودي؟ بودي؟ الشاب اللي عم بحكي معه هلا. بعرف، بس انت بنتي اللي ما الي غيرها، بهمني اعرف منو رفيق بنتي، خاصة اني تأكدت انه في قصة غرام بينكم. مزبوط، بودي شاب كتير منيح وحلو ومهضوم ومهذب وعم يدرس ترجمة. بس انا سمعت غير هيك، سمعت انه طايش نسوانجي من وحده لوحده، قاعد بلا شغله ولا عمله وبيفنس شوي. يمكن كان هيك قبل ما يتعرف علي مثل اكتريت شباب الجامعه، بس هلا خلص ركز، وانا اكيد انه بحبني ووافق لي، وانا بوثق فيه لاني متاكده انه ما عم بكذب علي. وهلا عم يشتغل برا الدوام الجامعه. شو عم يشتغل؟ عم بترجم نصوص لشركه انتاج مسلسلات. على كل حال هذا الحديث ما بينفع هون. أنا عزمك بكرة لنظهر سوا على شي مطعم وبنقعد نحكي بالتفصيل كل شي. شو بده يحكي بعد؟ بده يفتح الموضوع بالتفصيل، بس البابا إذا تأكد إني بحبك وبوثق فيك صدقني ما رح يعارض على شي. بس ما بدي أكون كذابة معه ولو بشغلة صغيرة، بدي أكون صادقة بكل شي. أنت مكذب علي بشي؟ أعوذ بالله. أكيد. شي ما عندك ثقة فيي؟ بلا حبيبي. هيك من الأول. صار لي ساعة ناطر اسمعها. خلص اعتبر كل شيء صار لصالحنا، وانا عندي كل المقومات تدافع عنك قدام البابا واقنعه فيك. اوكي. سلم على الحلوة. بتصدق عم بتعب بين الدرس والشغل. بس حلوين $400 ما هيك؟ ايه معلوم حلوين $400، ما حدا بيعرف قيمتهم غير ما يقبضهم. ايش بدك بالحكي يا زلمه؟ حلو الواحد يحس حلو منتج. ومغروم؟ بودي ابن خالتي، هي أول مرة بصدقك إنك مغروم. لأنه هيدي أول مرة بحس بالحب. أخ يا عبدو أخ، يا ريت خلقنا بشي بيت غني. وك حش تقول هيك يا زلمة، في كتير ناس بتمنين يخلقوا مثلك. ايه بس بيا لنغم كتير غني. ايه ونحن كمان، نحن اغنياء باخلاقنا، نحن اغنياء بضميرنا، نحن اغنياء.
فيك بلا مواعظك اليوم انه ما كان فينا نخلق اغنيه بالاثنين. معك حق، بس عم بعمل ادب عربي، ايش بعمل لك؟ اليوم رايحه هي وبيا يحكوا بموضوعنا. ايش بدك احسن من هيك؟ بيك طويل عريض بده يحكي فيك كل الليل. المهم هي تحكي فيي. انا من ناحيتي بلش اصطلت في هيدي الدموزيل، بتجي هيك على السكت وبتقعد على السكت وبتطلب اكلاتها على السكت وبتفل على السكت. يا زلمه بعد ما عرفنا عليها هيدي لازم بكره تعرفنا عليها. اليوم من كل بيت بدي اعرفك عليها. ليش بكون بتعرفها انت كبودي؟ مش معقول اشي مرتبه، اشي كلاس، اشي كويسه، اشي جنتلمان. اشي شو؟ اشي جنتل وومن. مهضومه كثير. اليوم بدي اتحشر فيها، عبالي اسمع صوته. وانا كمان. انا كمان عبالي اسمع صوته. انا شو بدي بهالشغله انغريم؟ الله يسترنا من هالليله، ليله اول يوم بالويك اند، اكيد بيكون في عجقه بالمطعم. معك حق. هات نقوم ننام شوي، بنقوم نشطين. يلا. صلي لي يا ابن خالتي تيرضى علي عمي. وانت صلي لي تقدر تحشر بالمهضومه. بس بتعرف ما قال جلادي ابدا اليوم اسمع تعليمات الاستاذ نعوم. ايه بل لايك يا شباب، اسمعوني مليح. ممنوع الغلط اليوم. كل الطاولات بتلبوا لها طلباتها من دون عجقه او خفقه. اليوم عاجقه منيح بالمطعم. بدي اياكم مثل الطياره تشتغلوا، خصوصا انت يا عبدو. ساير زبونات قد ما فيك احسن ما تطلع فيك، مفهوم؟ من هلا عم قلكم اذا ما رح تكونوا قد الحمل في عندكم مشكله، لانه العرق رح يزرزب منكم بسطوله. يلا سحبوا منجي لشوف. بعده لقوم النعوم. ما هو حق، هي اذا الليله عجقه كثير. ليلي مخي مش معي، عم فكر بنغم شو بدك قله لبيا، كيف بدك تقنع فيي؟ اجت ما غيرها هيدي البنوت المهضومه اللي عم تحكي شو لكلمه، بدي اروح اتحشر فيها، ان شاء الله تحكيني اليوم، بدك شيء؟ ان شاء الله تحكي للولد. بدك؟ عدو شوف شو بده. مسمار. اش بتحبي تاختي؟ البولولير برهيبة هذي، هي كتير كتير طيبة. بس فرجيني كيف مكتوبة. يسلموا. طلع عزمها لهون. بولو برجي شاغل. في اعرف اشو اسمك؟ جانين. نعم جانين. وليش عم تحكي هيك بكشي؟ شو؟ نزلين من الدنايكي. نزلين من الدنايكي؟ مش هيك مش عم تحكي؟ عبدو انا دورتها بيي لنغم طلع عزمها لهون. نغم 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 حياتي. كم وفتي؟ رحنا لهوني. قالوا لي ارجع بكره مسيو، ان شاء الله خير. رجعنا بكره ما مشي الحال، قال ما عندك المواصفات المطلوبه. ايه رجع غير مطرح. جرب ان شاء الله خير. شغل مش عيب. يا ريت وقفت بس على الهضمه، في عندك ناس فلاسفه بصيروا يتفلسفوا عليك، بصيروا يسالوك اسئله بلا طعم ويطلبوا طلبيات مستعصيه، حرق لي اياها على الاخر. مرق لي اياها على النار، بدي اياها نص عم بنسى نص شو؟ نيل نص نيل عم بتسيح على جنب راسه. يا زلمه معقول؟ وهيدي اللي عم تخبص بالاكل وهي اللي عم يخبص بالنص. شو بقول هون بالفلسفه؟ اسمي ادرس معك، هو بيقول لك ليه؟ كله لهيدا الثقيل اللي انا عم مين كاتبه هيدا؟ يا عبدو الف له المكونات على ذوقك تبع البلا.
ايه واذا نكت معك تحكله قدام صاحبته يفكر حاله مهضوم، واذا كان في واحد عامل حاله كراكوز المجموعه تضحك على نكته على اساس عم تضحك عليه، بس هون ما ركبت معي رجعت بالاخر. يلا من هاي الجمله تضحك عليه تضحك على نكته. يا زلمه بديش في عيله موقحه باسمي مكتوب هوني ادراسون وبيعيط لي لك وقال لي هداك الان عم بصبص له عمرته وانا مش ايش ولا هو.